اكيد مرسي الكولر ما بيغفلش الامر ده ابدا، واكيد مركز قوي على مباراه العين الاماراتي وبيستعد لها بشكل جيد، وكمان اللاعبين بيستعدوا بشكل جيد. ولكن ايه اخر الاخبار، يعني اخر اخبار النادي الاهلي قبل مباراه الغد؟ طيب اديكي شويه اخبار حصريه الاول. طيب كابتن محمد رمضان المدير الرياضي للنادي الاهلي كان عنده جلسه مع مروان عطيه لاعب وسط النادي الاهلي، الجلسه دي كانت تحديدا اول امبارح، وبيفتحوا في تجديد عقده. مروان عطيه فاضل له في عقده لسه سنتين، ولكن كابتن محمد رمضان بعد مراجعه العقود استقر ان هو كل اللعيبه الاعمده الرئيسيه في الفريق ما يبقاش عقد فيهم اقل من 3 سنين، يعني مفيش لاعب يبقى عقده اقل من 3 سنين. فبالتالي اول واحد اتعملت معاه القعده دي كان مروان عطيه اول امبارح. مروان عطيه مرحب بالتجديد، هو عاوز يمدد له عقده سنتين كمان عشان يبقى عقده 4 سنين مع النادي الاهلي. ايه وجهه النظر او الفلسفه في الموضوع دوت؟ ان يبقى النادي مطمن للاعب وهو قاعد عنده ان هو مرتاح وما عندوش مشاكل في فكره ان هو هنخش في الريد زون او الوقت اللي هو الصعب قبل التجديد. والحاجة التانية ان لو اللاعب او اي لاعب جاله عرض خارجي يبقى النادي يقدر ياخد مقابل مادي كويس جدا من ورا الموضوع ده. طيب نروح لموضوع الصفقات برضو الجديدة اللي دايما جمهور الاهلي بيسأل عليها، صفقة محمد علي بن رمضان هتتم ولا لأ؟ في صفقات جديدة في يناير ولا لأ؟ لان احنا الميركاتو خلص دلوقتي، هل هيبقى في صفقات جديدة ولا لأ؟ وكمان كان في كلام على اللعيبة بتاعت زد سواء زيكو او البنوبي او محمد اسماعيل. الحقيقة في الموضوع ده كله ان اللي كان عليهم كلام بخصوص الانتقال للنادي الاهلي يمكن كان زيكو وكان محمد اسماعيل بس، البنوبي ما تمش التطرق. يعني كلام الباقي باللاعبين التانيين ما كانش حقيقي؟ لا لا ما كانش حقيقي. البنوبي ما كانش الكلام حقيقي، هو زيكو ومحمد اسماعيل. وفي النهايه كمان كولر فضل قال لهم لا انا محتاج لعيبه اجانب، انا محتاج مركزين هو تحديدا. فاضل مقعد لاعب اجنبي صح؟ ما لسه هيتشال ناس، ما انا لسه بقول لك بقى في ناس هتمشي وهيجي ناس مكانها. اولا هو محتاج 2 لعيبه، واحد مساك ده رقم واحد مساك، ورقم 2 مهاجم، والاثنين اجانب وسام. بالظبط كده، فدول المركزين اللي طالبهم كولر من اداره النادي الاهلي وشغالين عليهم في الوقت الحالي. ولكن موضوع المساك هو اللي غريب شويه، الاهلي تعاقد مع 2 مساكين بعد رحيل عبد المنعم، هم اشرف داري ويوسف ايمن. الاثنين صفقتين جداد، ما شفناش غير يوسف ايمن في مباراه الزمالك، جزء من مباراه الزمالك. ولكن المفاجاه ان كولر مش مقتنع بمستواه ان هو يبقى في الوقت حتى الان، يعني في الشويه اللي شافوا فيهم ان هو يبقى اساسي مع النادي الاهلي. عشان كده بكره يعني ممكن يرحل يوسف ايمن بنسبه كبيره. يوسف ايمن جاي من الدحيل القطري بعقد الاعاره لمده سنه بنيه البيع، اعتقد ان مش هيكمل يعني مش هيكمل العقد للشراء الكامل من النادي الاهلي، هيرجع هو يرجع تاني للدحيل القطري. لان هو لحد دلوقتي لسه ما دخلش، احنا لسه سيزون طويل بس لحد دلوقتي هو لسه ما دخلش في مستوى يؤهله للاستمرار او يبقى عضو اساسي في تشكيله مارسيل كولر. لم يتفوق على ربيعه ولا على ياسر ابراهيم. فبالتالي انا بقول لك اخبار يعني حصريه من جوه النادي الاهلي. تمام، ده بالنسبه للصفقات الجديده واللعيبه اللي ممكن تمشي. طيب اخر الكواليس بقى الخاصه بازمه كهربا، شفنا كابتن محمد رمضان بيتكلم ويقول ان خلاص الامور بقت تمام، ناس كتير عملت علامات استفهام، هو ايه اللي حصل وبعد ما رجعوا ايه اللي حصل، ايه الكلام اللي دار جوه كمان في غرفه الملابس، ايه اللي حصل؟ طيب خليني اقول لك ان موضوع كهربا ده جه مفيد جدا للنادي الاهلي على كل الاصعده. ازاي بقى؟ بصي بقى، يعني الناس بتقول لك اه ده عمل مشكله او في مشكله او العقوبه كبيره وترحيله من الامارات لمصر بتاع، لكن انا بقول لك ان الموضوع ده جه مفيد. اول حاجه اللعيبه لما راحت لكابتن محمد رمضان اتكلمت معاه عشان كهربا يخفض له العقوبه شويه، قال لهم اكسبوا السوبر وانا هخفض له العقوبه لو هم هناك في الامارات، وهم هناك في الامارات وعدهم ان هو هيخفضها ل 500 ل 500 الف جنيه. فده اول حاجه كانت حافز للعيبه علشان تساعد زميلها، ده نوع من المشاعر الكويسه. شفنا اكتر من لاعب، مش امام بس على فكره، اكتر من لاعب كان لابس تيشيرت رقم 7 في الاحتفالات بعد السوبر. فدي اول نقطه. النقطه الثانيه
الناس دايما من ساعه ما كابتن محمد رمضان جه بتقول ان في مشكله ما بينه وما بين كولر، وان كولر مش عايز حد في منصب مدير الكوره بعد ما مشي الاول سيد عبد الحفيظ وبعد كده خالد بيبو، ودلوقتي هو معترض على كابتن محمد رمضان. ولكن الموضوع ده بالعكس، جه بالعكس تماما. كولر مبسوط جدا من اللي عمله كابتن محمد رمضان بخصوص عالم الانضباط كمان. بالظبط. لا هقول لك اللي حصل، كهربا كان منفعل جدا بعد المباراه وحصل صوته عالي، مش شرط بقى هو قال ايه، يعني مش مشكله هو قال ايه، صوته عالي مع كولر ومع كابتن محمد رمضان نفسه، فبالتالي اتخذت العقوبه. المهم بقى ان كولر لما لقى العقوبه القويه دي من كابتن محمد رمضان بقى مبسوط، لان الموضوع ده كان بيحصل قبل كده اكتر من مره من لعيبه جوه النادي الاهلي، مش كهربا بس، حصل من كهربا ومن بيرسي تاو تحديدا. الاثنين دول كانوا دايما، وكان لو انت فاكره بيرسي تاو كان في كلام ان هو يمشي من النادي الاهلي قبل بدايه السيزون، ولو كان تم التعاقد مع مهاجم قوي كان ممكن بيرسي تاو يرحل عن النادي الاهلي بسبب ان كولر متضايق من اسلوبه في التعامل معاه. فدلوقتي لما جه قرار صارم من محمد رمضان ده ريح كولر واداله ان الراجل ده جاي دلوقتي يحميني كمدير فني ويساعدني ان انا اعمل شغلي وليه دور، وبيفرض الالتزام والانضباط على اوضه اللبس جوه النادي الاهلي، فدي حاجه مهمه جدا.